تم تسريب بقى مواجهة مهمة جدا في عرض اكستريم رولز. المواجهة دي ناس كتير كانت بتتمناها وكانت عايزاها تكون في كلاش ات ذا كاسل، لكنها اتسربت وهنشوفها في عرض اكستريم رولز. طبعا اكيد كلكم عارفين وشفتوا ان بادي مورفي لما كان فينس مكمان ماسك الاتحاد قال له يلا يا حبيبي روح شوف انت رايح فين، وطبعا دي كانت صدمة كبيرة لكتير من الجماهير، لان بادي مورفي يعتبر حد موهوب وجسمه مميز وبيقدر انه يعمل حركات كتير، لكن طبعا زي ما انتوا عارفين ان بادي مورفي مسكتلوش وحب يروح للاتحاد اللي فينس مكمان بيكرهه واللي هو اتحاد الاي اي دبليو، وانضم بقى بادي مورفي لفرقة هاوس اوف بلاك، ولكن طبعا ملقاش نفسه فيها فقرر خلاص ان هو هيسيب اتحاد الاي اي دبليو. وطبعا اكيد كلكم عارفين السبب وهو عودة تريبل اتش مرة تانية للدبليو دبليو اي، وطبعا الواد متعشم ان تريبل اتش يرجعه مرة تانية. طب هل بقى في مفاوضات بين بادي مورفي وتريبل اتش ولا لا؟ الموضوع ده لحد دلوقتي مش مكشوف، لكن كل حاجة هتتكشف قريب. تحديث بقى عن فريق الاندوس شير. طب مين هي الفرقة دي؟ دي فرقة فير والواد اللي معاه ده. بصراحة يا جدعان الاتنين دول يعني بصراحة انا مش فاهم دول جايبينهم ليه. طبعا هما رجعوا في العروض المحلية لنجوم الـ NXT، والاتحاد خلاص على وشك انه هو يخليهم يروحوا للعروض الرئيسية، ويعني انا مش فاهم ايه هو المميز في فير ده وصاحبه، يعني ما صدقنا ان فير مهان خلاص مشي من عرض الرو يجيبوه هو وصاحبه. طبعا اكيد هما هيعملوا تاك تيم مع بعض، ويعني عايزكم تكتبولي في التعليقات لو شايفين انه فيهم اي حاجة مميزة تخليهم يروحوا للعروض الرئيسية. درو ماكنتاير بقى كان متسمم في عرض سماك داون. يعني ايه الكلام ده؟ ما درو ماكنتاير كان قدامنا في عرض سماك داون. درو ماكنتاير اتسمم في الاكل بتاعه قبل عرض سماك داون، ودي طبعا كانت حاجة غير مقصودة، ولكنهم طبعا لحقوا يدولوا بعض الادوية اللي تخليه يقدر يستحمل حبة، ورغم كل ده كمان حصل مشاكل في الفقرة بتاعته في عرض سماك داون. اكيد درو ماكنتاير عمل غلطة كبيرة علشان يكون يوم اسود كده في عرض سماك داون. المهم بقى ان الاتحاد شاله من العروض المحلية طول الاسبوع ده، وقالوا لسترومان يلا يا حبيبي روح العب هناك، ما انت بتلعب مع اي حد، ما هو بقى عادي خلاص سترومان يلعب في اي حتة. اذا كان اوتس عمل معاه ماتش كبير ما فيش مشكلة انه يروح يلعب في عرض محلي، وطبعا درو ماكنتاير هيكون تمام وكل حاجة على عرض سماك داون اللي جاي. تم بقى تسريب نزال هيحصل بالفعل في عرض اكستريم رولز، والنزال ده من نوع اي كوايت، يعني انا استسلم، زي اللي حصل كده بين رومان رينز وجي اوسو في الهيلين اسيل. طبعا انتوا عارفين ان لحد دلوقتي تم الاعلان عن 3 مواجهات رسميا في عرض اكستريم رولز، واخرهم كانت مواجهة درو ماكنتاير قدام كايرون كروس، واحد بقى اطراف المواجهة دي هيكون ايدج. طب هيواجه مين بقى ايدج؟ هيواجه فين بالور، ده طبعا حسب التسريبات، وطبعا الكلام ده حسب موقع انسايدر نيوز. طبعا انتوا عارفين ان ايدج غايب وكل حاجة، وطبعا في منكم كان بيقول ليه ايدج ملعبش دومينيك ميستيريو وما الاصابة كانت بسببه. الموضوع ده بسبب ان الاتحاد شايف ان دومينيك ميستيريو مش قادر دلوقتي ان هو يواجه نجم كبير زي ايدج، فقالوا بقى يحطوا فين بالور في المواجهة دي. وكمان الدليل على كلامي ده
ان البوستر اتغير ومحطوط في البوستر صورة ايدج. طبعا بقى ممكن بقى زوجة ايدج اللي هي بيس فينيكس تكون موجودة هناك وتساعده علشان يفوز، تبدأ تدخل في عداوة مع ريا ريبلي. كل ده ممكن نشوفه في عرض اكستريم رولز. وبس كده، دي كانت النهاية.